خطب خطبة الجمعة قال أنا من أول ده كلامه بالنص أنا حاولت أنقله بالحروف حاولت أنقله أنا من أول خطباء الفتنة والله قال كده براو أنا من أول خطباء الفتنة ولن أتنازل عن خطبة الفتنة ما دام هذا هو الفتنة اللهم أحيني من خطباء الفتنة وأمتني منهم واحشرني معهم. كان الوقوف مع الحق هو الذي يسميني خطيب فتنة والله والله أنا من أول خطباء الفتن ولن أتنازل عن خطبة الفتنة هذه ما دام هذا هو الفتنة اللهم أحيني من خطباء الفتنة وأمتني منهم واحشرني معهم. قولوا آمين. 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 اللهم آمين. ما براو يداك أوكت وفوك نفخ في زول يا جماعة يا جماعة كده خلوا الخروج على الحكام دي مسألة متفق على مجمع كما نقل الإجماعات ابن حجر العسقلاني رحمه الله كده الكلام ده دقيقة بس في زول عاقل بيقول كلام زي ده زول عاقل داير الناس يلتفوا حوله وعنده هم إنه ممكن ينزل انتخابات بعد ما شاف دخلوا الكتاب ده يحكم تاني يمكن ويلم الناس وده غرض الاخوان المسلمين كلهم جد الحكم الكرسي والغايه تبرر الوسيله يكفر يخش النصارى يلبس صليب بس يصل الكرسي ده بس طيب انا فهمي زي ده داير المسلمين يتكيفوا لي وقال لك نصب نفسه براو رئيس الاتحاد العالمي لاتحاد علماء المسلمين زول زي ده يقول كلام زي ده يا ما ممكن انا ما بتخيل زول عاقل يقول كلام زي ده وده ما بيحتاج رد ده بس نقرا للناس بس قرايه وننشر لهم المقطع بتاعه وتقبل الله انت ده من اعظم شيوخ الفتنه